تعالوا بقى ايه للخبر ده كمان، ونحاول كده نسمع ونركز شويه في تقرير صادر عن المجلس العالمي للذهب، اتكلم عن يعني حجم اقبال المصريين على شراء الذهب. انتوا عارفين مصريين في حكايه الذهب دي يقول لك زينه وخزينه، يعني اللي هو يعني ممكن نتزين بيه وفي نفس الوقت يبقى خزينه، يعني لما يكون في يوم صعب او في الحياه او مشاكل نقدر يعني نعمل فيه اي حاجه او نقدر يعني يفك ضيقه الناس. يعني ارتفع طلب المصريين على المشغولات الذهبية في 2021 بنسبة 42%. اللي هيقرا النسبة دي هيقولك طب معاهم فلوس، هما ممكن يكون مش مسألة معاه فلوس، ولكن هي فكرة انه يبقى نوع من أنواع الاستثمار كمان. وده سجل بقى كمان 27.9 طن مقارنة ب 19.7 طن في 2020، فتعرفوا انه أكتر بكتير. يعني الناس دلوقتي حست إنه أحسن أروح للذهب واشترت أكتر من السنة اللي فاتت ب 28 طن ذهب. أشار التقرير كمان إلى إنه زاد استهلاك مصر في الذهب في المشغولات والسبائك والعملات بنسبة 39% عن العام الماضي، وده برضو هيخلينا يعني نقول إنه الأساس يعني النسبة السنوية وصلت إلى 30.3 طن مقارنة ب 21.9 في 2020. يعني المقارنات واضحة زي ما أنتم عارفين، المصريين ممكن يكونوا بيحسوا بالأمان أكتر. في ناس تفكر أنها يبقى عندها ودائع في البنوك، عندها حاجة، لكن في عائلات كتير بتآمن بفكرة أنه يكون عنده يعني الذهب يعني أحسن، يبقى موجود أحسن استثمار. طيب خلينا ناخد مداخلة ونعرف مزيد من المعلومات. دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة لصناعة الذهب، مساء الخير دكتور ناجي. مساء النور يا فندم. يعني قول لنا برضو النسب والزيادة، هي زيادة اطمئنان بأنه أستثمر في الذهب أحسن ولا أنت شايفها إيه؟ هو حضرتك إن الذهب هو أحد الأوائل الاستثمارية جيدة جدا جدا منذ قديم، من قديم الأزل، من الستينات، من أيام ما كان جرام الـ21 حوالي جنيه جرام، لغاية ما وصل العام الماضي لغاية 985 جنيه. فكل اللي اشترى ذهب هو آمن تماما، وهو مركز قيمة جيد جدا جدا واستثمار ناجح، وعندنا زيادة سنوية في أسعار الذهب تعادل 23%. وبعدين تسهيل وسهل جدا جدا، حضرتك لما بتحبي تسيلي الذهب في منتهى السهوله، وبيقعد لاولاد ولادنا. الذهب هو استثمار امن للافراد، صحيح زي ما انا قلت في الاول، زينه وخزينه، يعني نتزين بيه ويبقى الخزينه يعني نشيلها للافراد وللدوله ايضا. والدوله برضو بتقوم بمجهود جيد جدا في المناجم ومصفات الذهب اللي هي افتتحت الاسبوع الماضي، وكل ما زاد الاحتياط الاستراتيجي للدوله اصبحت العمله اقوى، والافراد ايضا استثمار امن جدا جدا. هل يعني يعني هذه الزياده بتعمل تطمين اكتر لصناعه الذهب، يعني ان الناس يبقى في هذا الاقبال؟ صناعه الذهب حضرتك صناعه قوميه، وانا هنا الذهب ما ببصلوش ككماليات، لا، الذهب احتياط استراتيجي للافراد وللدوله. وهي بجد الدوله بتدعمها كصناعه، وصناعه عمود للاقتصاد القومي وعمود لاقتصاد الاسر ايضا. فهي للدوله يعني مركز قيمه قوي جدا جدا وقوه للعمله، فمزيد من الاحتياط الاستراتيجي بالنسبه للدوله بيعني مزيد من القوه للاقتصاد. ومصر ماضية بقوة في هذا، يعني أساس وزارة البترول والثروة المعدنية طرحت 11 شركة للتنقيب عن الذهب، 7 أجنبية و4 محلية، بالإضافة لمنجم السكري اللي هو طبعاً أحد أكبر 10 مناجم في العالم طبعاً باحتياطي استراتيجي 12 مليار رؤية. فمصر وعيدة جدا جدا بالنسبة للذهب، وفخامة الرئيس مهتم جدا جدا بمدينة الذهب، وإن احنا نبقى فعلا رواد كصناعه وتجاره للذهب في الشرق الاوسط. ده احنا اساس اصول الذهب وصناعه الذهب. لما نروح أكيد المتاحف طبعا الفرعونيه ونشوف القدماء المصريين كيف كانوا يصنعون الذهب والمشغولات، فلازم نبقى احنا الاساس. أكيد طبعاً، يعني ده اكيد طبعا يعني. مصر رائده أكيد في هذا المجال أكيد، بدليل ان يعني عندنا احنا 7 مناطق بتعوم فوق كميات هائله من الذهب،
وأبرزها منطقة عتود في وسط الصحراء الشرقية التي فيها حوالي 19 ألف طن من الكوارتز اللي بيحوي كل طن 16.3 جرام، وفي عندنا منطقة البرامية ووادي العلاقي وحمش والمثلث الذهبي، مناطق كثير جدا جدا جدا، إلى جانب منجم السكري. فهذه الصناعة انتظرها مستقبل واعد جدا. أكيد. وكل من ادخر ذهب، أنا في كلمة دائما أحب أقولها، الذهب عمره ما بيزعل حد. أكيد. يعني كل اللي استثمر في الذهب لأ هو يعني أنجز. صحيح. وحقق اللي هو ما يتمناه، وبيبقى مطمن يعني الذهب بتاعه جداً جنبه، جداً. ويبقى حاسس بالأمن طبعاً. والأمان. دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة لصناعة الذهب، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.